أصوات دق تملأ الأرجاء وأواني نحاسية معروضة لم تسترع اهتمام المارة. النحاسة حرفة قد لا نسمع عنها كثيرا هذه الأيام، وربما في طريقها نحو الاندثار، ولكنها لا تزال قائمة في المدينة العتيقة. محمد البوسيلمي صاحب محل لصنع وبيع الأواني النحاسية تحدث عن تجربته الطويلة مع هذه الحرفة. تعلمت الصنعة هذه في سوق النحاس وكبرت هنا في السوق هذايا، وكان فيني السوق الكل نحاسية ما تنجمش تعدى بالحس. دارت الأيام واحد وتغيرت الأمور وكل شيء بالنسبة للنحاس. السبب فيه هو غلاء المواد الأولية بتاع النحاس بالنسبة للنحاس والقدير وكل شيء، خاطر كله يجينا من برا. كيكا مشيت ناس ماتت وناس فهمتني سلمت، وكثرت فيها السمسرة وكثرت فيها فهمتني الطفيليين على السنة واحد وكل شيء. تبدا متعدى باش تقدر قطعة في السوق، حتى اللي يبيع في الحوايج يقول لك كيف نقدر أحسن معناها ماكلة تجي في النحاس، لا كيف ولا كينوكس ولا تيسوال ولا حتى شيء. المنجي العلوي أرجع من جانبه ضعف الإقبال على هذا النوع من المنتوج إلى عدم استقرار الأوضاع بالبلاد. عدم الإقبال خاطر البلاد ماهيش رايدة، كيفاش جات رايدة البلاد راه فهمتي راهو ما يهربوش علينا السياح. خاطر أول حاجة الصناعة قلوا، ما عادش صناعة، ما فماش جيل يخدم بعد جيلنا احنا فهمتني، الجيل ما فماش، كلها كشاد القهاوي طبعا. مهنة اعتبر العاملون فيها أن مدخولها لا يكفي لتغطية مصاريفهم اليومية. أنا غالبا هذا هو الأسباب اللي خلت الصناعية توقف. مثلا أنا عندي أربع أولاد، حتى واحد حاب يتعلم الصناعة لأنه ما هي صناعة مستقبل، ما هي صناعة واحد باش يتعلمها ويحل بها دار وياخذ مراه ويجيب صغار وواحد ويعيش بها. محلات أصبحت تأوي أنشطة تجارية أخرى، ولم يبقى من سوق النحاسين سوى الاسم. جمع الزيتون كان من أوله حتى الأخر كل نحاس طوال يبيع في الحاجات شنو. وبين عزوف الحرفاء من جهة وتذمر أصحاب المهنة من جهة أخرى، تصارع النحاس كغيرها من الحرف التقليدية من أجل البقاء، لتذكرنا دائما بتاريخ البلاد وإرث الأجداد.